اسمي زينة رامي الشنتير وبحكي صباح الخير لكل المواطنين وكل الفلسطينيين ولصباح الخير كمان. بتمنى لكل المسلمين والمواطنين السعادة وإن شاء الله ننتصر على كل الجيش. محمد كشوع من علار طول كرم، بصبح على جميع شعبنا الفلسطيني وبخص بالذكر سكان محافظة طول كرم، بصبح على العمال، على الفلاحين، على السائقين، على طلاب المدارس اللي عم ينتظموا بمدارسهم، وأكيد إن شاء الله صباح مبارك لجميع شعبنا الفلسطيني، ونتمنى تكون سنة خير على جميع شعبنا الفلسطيني وتتحقق أماني بالدولة وبالسلام وعودة جميع المعتقلين من سجونهم وعودة جميع المشردين لبيوتهم. اسمي أنس حطاب، بحب أصبح على موظفين صحة طول كرم وعلى أهلي في كفر سور وعلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني. بتمنى لهم الخير وبتمنى لهم حياة كريمة وأنه يزول الاحتلال. يوسف زنديك، مخيم نور شمس، قضاء طول كرم. طبعا بالبداية بحب أحكيها لأمي ولزوجتي وأبنائي ولأخواتي ولأخوي بداخل سجن الاحتلال ولجميع الأسرى في داخل سجن الاحتلال وزملائي بالعمل أيضا. بتمنى لهم الخير وإن شاء الله تكون حياة سعيدة لهم والله يفرجها على الجميع يعني، وبتمنى الإفراج لأخوي إن شاء الله رب العالمين، وبقول له صباح الخير من خلالكم. منتصر الكم، مدير مكتب وزارة الثقافة. صباح الخير بالبداية لأمي اللي هي يعني حياتي كلها، ولزوجتي، لأولادي، لأصحابي، لأصدقائي، لأبناء للأسرة بحب أقولهم صباح الخير، لأميات الشهداء بحب أقولهم صباح الخير، وربنا يكون في عونهم جميعا. صباح الخير لماما ولا بابا ولا تيتا ولعم أبو يعقوب. اسمي باسم أياد عز الدين هوجة، بحب أحكي صباح الخير لكل السجنة، بتمنى لهم إنهم يطلعوا من السجن. إلى أسرة مشلتي. لمين بتحبي تحكي صباح الخير؟ لأختي وأخوي ولا أمي ولا أبوي. اسمي حلا أبو شمس، بحب أحكي صباح الخير لماما وبابا، ولا بتمنى للسجن يطلعوا وبتمنى لهم حياة سعيدة. جميل نجيب كاب من ديل الصون، فاهم علي؟ أبو حازم، عندي 5 أولاد وبنات 2، بحب أهدي يعني سلامي لزوجتي الحبيبة. بتمنى لها انها يعني تعيش حياه هنيه والله يهنيها في حياتها ويهنيها في شنينها ويهنيها باولادها، وان شاء الله كل جمله امام انها تكون صبوره، فاهم علي؟ وبنفس الوقت هي تكون يعني راضيه عن التصرفات اللي بيكون فيها اولادها او بناتها.